بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال كاين حاجه يقولوا لها الطورات، هو الطورات متعلق بالشخصيه الجزائريه، ما كاش لي في الدار، ما عندوش برنوس، عبسه يعني تجبد كما يقولوا الاصاله تاع الجزائري، لان نروحوا حتى الجبال تلقى واحد خلاله باباه بندقيه، واحد خلاله حتى البيت هذاك راه مجرد طورات. لهذا احنا نقولوا الطورات ما يموتش، الانسان يموت لكن التاريخ تاعو يرمز على بزاف صوالح. نروحوا القبائل عندهم الفضه، نروح هذه هي الحاجه اللي قاعده حاكمه في الجزائري، لان الجزائري عندنا حضاره، احنا عندنا توارق، عندنا كذا، هذه اللي تخدم التوريزم وتخدم اصاله الجزائري وتخدم شخصيه الجزائري. التراث تاعنا خويا واش نقول لك، احنا التراث ما بقاش، الجيل تاعنا ما بقاش، الناس تاع الكبار تاعنا ما زالوا باغ اكزومبل كيما البرنوس، كيما هذوك الصوالح هذوك تاع المعن، هذوك تاع النحاس، تاع الفضه، هذوك سما قليل خويا العزيز، باسكو علاه الناس كبار خلاص كي راحوا ما راح التراث معاهم، ما نكذبش عليك. ما الجيل تاعنا تاع دركا حنايا ماشي هما، حنا ما كاش خويا، ما نكذبوش على بعضنا، ما كاش حنا التراث ما بقاناش، سما بقينا غير نشوفوا بعينينا. ما صوالح تاع بكري خويا ما يتعوضش، باش تفهموا. وكاين ناس، كاين ناس ليهم يحوسوا على التراث هذا، يحوسوا يشروا باش يجيبوه. كاين ناس تروح باغ اكزومبل هذو اللي يبيعوا القش، هذو اللي يبيع القش القديم هكذا، والله راهم يحوسوا هكذا يتبعوا يعجبوهم، باسكو على حاجه تاع بكري ما تعودش، حاجه تاع بكري سوليد، حاجه شابه والنظره تاعها شغل تحس باللي تحس بلاك عايش في الزمن، الزمن الجميل كيما نقولوا. سيرتو كي تشوفوا الافلام تاع بكري هذو، تشوفوا هذو بيبليسيتي يحطوهم، وشنو للاسف كيما نقولوا خويا ما نكذبوش، هذا حاجه تاع التراث هذه راحت صاحبي، وانا ماذا بينا، احنا ماذا بينا نستحضروا عليها، بصح الله غالب، ها ولي يروح ما يوليش. كيما الام تاعي مازالت محافظه على الحايك، على النحاس، هذا الامور كيما نقولوا كاين امور هكا قدم لي، ما نقولكش اذا عندنا واش عندنا في الدار، بصح تقريبا اكثر من العائلات تاعنا تعرف المهرز تاع النحاس، الامور هذه التقليديه اللي التي لا تقدر بثمن، حتى لو كانت تبيعها باش تبيعها لا تقدر بثمن. اذا كان الناس ولات الفرك اونسيا يقول لك دير كذا وكذا وفيها وفيها، فما بالك اذا كان تراث يعني مشري من زمان.